اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، انا همام جاد ساكون معكم على مدار ساعتين في نقاط ساخنه. في نقاشنا الرئيسي الاول من حلقه اليوم نسلط الضوء على جهود الدوله المصريه لملاحقه العناصر الارهابيه في الخارج. هذه العناصر التي اختارت بيع الوطن والتآمر عليه والتخطيط للفوضى والارهاب. كما لم تدخر الدوله المصريه جهدا لتعقب هذه العناصر في الداخل، فانها تتحرك في كل الاتجاهات لينال هؤلاء عقابهم، معتمده في ذلك على رؤيتها الشامله لمكافحه الارهاب ومواجهته. الرؤية التي نالت ثقة المجتمع الدولي لتبقى مصر حائط الصد الأول في المنطقة ضد الإرهاب والتطرف. في هذا النقاش نتساءل حول آليات الدولة المصرية لتعقب جماعة الإرهاب في الخارج، كيف تتعقب الدولة المصرية هؤلاء، وماذا عن التعاون من قبل الدول الأخرى؟ لماذا لم تزال أو لا تزال دولتي قطر وتركيا توفر الملاذ الآمن لهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سيكون معنا لنقاش حولها سيادة اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق. أما في نقاشنا الرئيسي الثاني في حلقة اليوم نذهب إلى الشأن التركي ومرور ثلاثة أعوام على محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت منتصف يوليو من عام 2016، أو قل انقلاب تركيا المزعوم. ثلاثة أعوام مضت من التنكيل ومن الانتهاكات والاستبداد، تمكن خلالها رجب طيب أردوغان أن يكون هو الرجل الأوحد في البلاد مهيمنا وحده على السلطة والقرار. عشرات الآلاف بين معتقلين ومطاردين ومثلهم تم تسريحهم من وظائفهم، فشردت معهم وجوعت أسر أعمال تعذيب ممنهجة في السجون، لا حرية لصحافة ولا لتلفزيون، كل شيء في قبضة نظام أردوغان. تأتي الذكرى الثالثة والمواطن التركي يتجرع فشلا اقتصاديا ذريعا، ودولته تبحر في ظلام العزلة عربيا ودوليا، وعقوبات تحاصره بسبب ممارسات أردوغان وحاشيته. في هذا النقاش نعود قليلا للوراء ونسأل، هل ما حدث ليلة 15 من يوليو لعام 2016 محاولة انقلاب حقيقية أم أمرا دبر بليل ليتخلص أردوغان من كل صوت معارض؟ إلى أي مدى لا تزال تداعيات تلك الليلة تلقي بتبعاتها على الأتراك؟ وحتى متى سيبقى أردوغان مستبدا بسلطته لا يجد من يوقفه؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سيكون معنا للنقاش حولها الأستاذ محمد مصطفى مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق في تركيا. بعد فاصل قصير سيكون لدينا قراءة في آخر وأهم الأخبار التي برزت خلال الساعات الماضية، لكن بعد هذا الفاصل. نبدأ مشاهدينا الأعزاء قراءتنا للصحف الأجنبية من صحيفة اندبندنت البريطانية، التي ذكرت أن تعليقات سابقة لبوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية حول الإسلام والمسلمين أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط الإسلامية والأوساط الإسلامية بالمملكة المتحدة. الصحيفة سلطت الضوء على هذه التعليقات في مقال للكاتبة فرانسيس برودن، ذكرت فيه أن جونسون يزعم في ملحق أضيف لاحقا لكتابه المسمى حلم روما عن الإمبراطورية الرومانية الذي نشر قبل 13 عاما، أن ثمة أشياء تتعلق بالإسلام أعاقت التطور في بعض مناطق العالم. الكاتبة لفتت إلى أن جونسون شبه النساء المسلمات المنقبات في عموده في صحيفة تليغراف العام الماضي بصناديق البريد ولصوص البنوك، لواجه اتهامات بالتحريض على كراهية المسلمين. كما ذكرت الكاتبة أن جونسون قال في مقال بعنوان ثم جاء المسلمون أضيف لطبعة لاحقة من الكتاب، يوجد بالتأكيد أمر يتعلق بالإسلام يساعد في تفسير لماذا لم تظهر البرجوازية في العالم الإسلامي، ولما لم تظهر الرأسمالية الليبرالية، ولهذا لم تنتشر الديمقراطية في هذه البقعة من العالم على حد قوله. كما جاء في مقال جونسون أنه كما يقول من الغريب أن مدينة القسطنطينية بقيت منارة للعلم طوال 1000 عام من عهد الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، بينما المدينة في ظل الحكم العثماني لم تشهد ظهورا للمطبعة حتى حلول منتصف القرن 19. في المقابل هاجمت منظمة تلماما، وهي منظمة تراقب الكراهية للمسلمين، تعليقات جونسون واتهمته بأنه أظهر عدم فهم للدين الإسلامي. لازلنا في بريطانيا، وهذه المرة من صحيفة التلغراف البريطانية كشفت عن تحذيرات أطلقها نواب في البرلمان البريطاني بشأن ما يواجهه البريطانيون من خليط من المواد الكيماوية وتعرضهم له منذ ولادتهم أثناء الرضاعة، مع عواقب تعرض حياتهم للخطر. الصحيفة قالت أن النواب اتهموا الوزراء بأنهم تقاعسوا ولم يحركوا ساكنا في الوقت الذي تقتحم هذه المواد الكيماوية غير الضرورية والسامة منازل البريطانيين.
وفقا للصحيفة، أثارت لجنة المراجعة البيئية في مجلس العموم البريطاني مخاوف خاصة حيال المواد الكيماوية المقاومة للهب والمستخدمة في المفروشات المنزلية، حيث تتواجد بين الأمهات المرضعات البريطانيات أعلى نسب تركيز هذه المواد في حليب ثديهن. اللجنة حذرت من أن منذ تطبيق قواعد السلامة من الحرائق لعام 88 من القرن الماضي، والتي تقضي بضرورة توافق خصائص الأثاث والمفروشات مع متطلبات السلامة من الحرائق، تم تصنيف بعض مثبطات اللهب الأكثر استخداما في صناعة الأثاث على أنها مصدر قلق شديد. وبحسب الصحيفة، شكك تقرير اللجنة في جدوى مثل هذه المواد بذريعة أن بعضا منها يمكن أن ينتج دخانا ساما عند تعرضه للحريق. إلى تركيا هذه المرة من صحيفة أحوال التركية، التي ذكرت أنه بعد 3 سنوات على الانقلاب الفاشل الذي وقع في منتصف يوليو 2016، ما يزال كثيرون في تركيا يعانون من آثاره الكارثية بحقهم بعد تعرضهم لحملات التطهير التي شنتها الحكومة وأحدثت شروخا اجتماعية جراءها، حيث قسمت المجتمع التركي بين موال للحكومة ومتهم بموالاة الانقلابيين الذين يصنفون في خانة أعداء الدولة. استعرضت الصحيفة التركية حالات تأثرت ظروفها المعيشية بسبب عملية التطهير التي تلت المحاولة الانقلابية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولفتت إلى أن هناك أكثر من 150 ألف موظف في القطاع العام تم إقالتهم في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل، وحملت طاولة المؤسسات العامة لتطهيرها من أنصار فتح الله جولن. إلى صحيفة ديفيلت الألمانية، علقت على استلام تركيا الدفعة الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوية الروسية S-400 قبل أيام، بالرغم من التحذيرات الأوروبية والتهديدات الأمريكية، قائلة: أردوغان قال الوداع للغرب بالحصول على الصواريخ الروسية. الصحيفة الألمانية نشرت تعليقها على الصفقة الروسية التركية من خلال خبر على الصفحة الرئيسية بصورة للمنظومة، وقالت: وصلت الدفعة الأولى من منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية إلى أنقرة يوم الجمعة الماضية، بالرغم من الجدل المثار حولها وبالرغم من الانتقادات الحادة التي واجهتها الإدارة الأمريكية لتركيا بصفتها الشريك الاستراتيجي لحلف الناتو، إلا أنها فضلت دفع مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي والحصول على المنظومة الروسية. أوضحت الصحيفة أن الخبراء والمحللين لا يفهمون سبب حصول أردوغان على هذه المنظومة وإصراره عليها بهذا الشكل. إلى صحيفة تلغراف البريطانية والشأن في الشأن المتعلق بتركيا أيضا، حيث قال الصحفي البريطاني والمحرر في الشؤون العسكرية كون كوفلين أنه حان الوقت لطرد تركيا من حلف الناتو، مضيفا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أظهر نفسه أنه مناور بارع في تعامله مع الغرب. كوفلين أضاف في مقال له بصحيفة تلغراف البريطانية أنه حينما كانت أولوية أوروبا مواجهة الإرهاب وجماعاته مثل تنظيمي القاعدة وداعش، استمر أردوغان في دعم جماعات الإسلاميين كالإخوان المسلمين. لفتت الصحيفة إلى أن أو هذا المقال إلى أن هناك احتمال واضح أن حب أردوغان للجماعات الإسلامية قد يرتد عليه إذا ما خلص المحققون البريطانيون إلى أن منفذي حادث مانشستر أرينا الإرهابي في 2017 جماعات إسلامية تتلقى دعما من تركيا، مضيفا أن صفقة الصواريخ تظهر ازدراء أنقرة التام لحلف الناتو. الصحفي البريطاني في مقاله قال إنه على قادة أوروبا أن يشاركوا نظراءهم الأمريكيين في مواجهة حقيقة أن تركيا في ظل أردوغان قضية خاسرة. واستطرد هذا الكاتب وقال أن علينا أن نعرف أن راحة أردوغان أصبحت في موسكو، وعلينا أن نعرف أين تصب اهتمامات أردوغان وننهي عضويته في الناتو. إلى صحيفة نويا السويسرية، التي سلطت الضوء على افتتاح مصر لمتحف الأديب الراحل العظيم نجيب محفوظ بالقاهرة، وركزت على سجله الفاخر كونه العربي الوحيد حتى الآن الذي فاز بجائزة نوبل للأداب، وصفة إياه بالأب الروحي. جاء ذلك بعد افتتاحها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في تكية محمد بكب الذهب بالأزهر مساء الأحد الماضي متحف نجيب محفوظ، وأشادت الصحيفة السويسرية بإحياء الحكومة المصرية ذكرى محفوظ وتكريس القاهرة متحفا خاصا بأعمال الأديب الكبير. الصحيفة أشارت إلى أن المتحف يقع في وسط القاهرة، المنطقة التي تعد ضمن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، لافتة إلى أن معظم روايات محفوظ تعرض في المتحف المكرس له من قبل الحكومة المصرية باعتباره علما من أعلام أرض النيل.
الصحيفة رأتنا رواية الثلاثية التي حاز من خلالها الأديب المصري الراحل على جائزة نوبل عام 88 أوصلته إلى العالمية، لافتة إلى أن الروائي المصري الراحل كان نشطا حتى وفاته، بالرغم من أنه تعرض عام 94 لهجوم بالسكين أمام منزله من قبل إرهابي متطرف، مما أثر عليه بالسلب في ممارسة حياته الأدبية بشكل فعال. الخبر القادم من صحيفة تصنع البريطانية التي نشرت تقريرا مصورا عن طفل يعيش في منطقة نائية في فيتنام يضطر للدخول في كيس من البلاستيك ثم يجر شخصان على سطح مياه أحد الأنهار حتى يصل للمدرسة التي تقع على الجانب الآخر من النهر. وفقا للصحيفة البريطانية فإن هذا الطفل واحد من 50 تلميذا آخر يعيشون في هذه القرية النائية في شمال غرب فيتنام، والذين يعبرون النهر في الأوقات الطبيعية على عوامات وجسور من البامبو، إلا أنهم يلجؤون إلى استخدام الأكياس البلاستيكية الخطرة عندما يتدفق نهر ناما خلال الموسم المطير ويتحول مجرى النهر إلى سيل. الصور أظهرت ومقاطع الفيديو أظهرت أيضا الأطفال في أكياس البلاستيك وهم يقومون برحلتهم اليومية المحفوفة بالمخاطر حتى يصلوا إلى الفصل الدراسي. إلى أخبارنا في هذا المساء، حيث طلبت الولايات المتحدة اليوم الطيارين الأتراك المتدربين على طائرات F-35 المغادرة قبل نهاية الشهر الجاري. البيت الأبيض قال اليوم إن قرار تركيا شراء نظم الدفاع الصاروخي أو نظام الدفاع الصاروخي S-400 يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة F-35. وتابع البيت الأبيض في بيان إن الطائرة F-35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة. وأضاف البيت الأبيض أن قبول صواريخ S-400 يقوض الالتزامات التي قطعها جميع حلفاء الناتو على بعضهم البعض بالابتعاد عن الأنظمة الروسية. وقال أيضا البيت الأبيض أنه سيكون لذلك أثر ضار على العمل المشترك بين تركيا والناتو. في السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج الطائرة F-35، مشيرة إلى قرار تركيا شراء منظومة S-400 سيؤثر على علاقة أنقرة بالناتو. وبدأت تركيا الجمعة الماضية في استلام أجزاء من منظومة S-400 الصاروخية الروسية الصنع، والتي قالت الولايات المتحدة إنها تهدد برنامج التسليح الأكثر تكلفة في البنتاغون للخطر، أي الطائرة المقاتلة من طراز F-35 والتي تقوم شركة لوكهيد مارتن بتصنيعها. وطلبت الولايات المتحدة اليوم الطيارين الأتراك المتدربين على طائرات F-35 المغادرة قبل نهاية الشهر الجاري. لمزيد من المتابعة حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دكتور جابرييل أهلا بك على إكسترا نيوز ومساء الخير. وماذا يعني طلب واشنطن مغادرة الطيارين الأتراك الذين تدربوا على الطائرة F-35؟ كما تعلم وكما يعلم الجميع تركيا هي عضو في الناتو، والصواريخ الأس 400 الروسية صنعت لكي تهدف الطائرات الأمريكية وطائرات حلف ناتو، ولذلك لا يمكن بيع هذه الطائرات لتركيا الـ F-35 لأنها تتعارض مع نظام روسيا الصاروخي الـ S-400. والطيارين الأتراك الموجودين في الولايات المتحدة هم لتدرب على هذه الطائرات، وطالما أن لن يتم تسليم هذه الطائرات إلى تركيا فكان من الضروري إبعاد هؤلاء الطيارين إرسالهم إلى بلادهم. نعم، كيف نقرأ العلاقات التركية الأمريكية الفترة القادمة في ظل ما تردد عن إمكانية فرض عقوبات أمريكية اقتصادية وعسكرية على أنقرة؟ نعم، هناك قانون أصدره الكونغرس الأمريكي سنة 2000
2017 اسمه كاتسا CAATSA. هذا يقضي بأن أي دولة حليفة للولايات المتحدة تتعامل مع الروس روسيا فهذه سوف تكون معرضة للعقوبات الأمريكية. والرئيس ترامب ملزم بالموافقة على هذه العقوبات ضد تركيا. إذن بالإضافة إلى هذه العقوبات العسكرية، منع طيارين الأتراك الموجودين في الولايات المتحدة من التدريب على هذه الطائرة ومغادرة واشنطن، هل تتوقع فرض واشنطن عقوبات اقتصادية أيضا على تركيا؟ نعم، هناك عدة رزمات من العقوبات الاقتصادية لا يمكن البوح بها في الوقت الحاضر، ولكن قسم من هذه العقوبات سوف يطال الشركات التركية وبصورة خاصة الشركات التي تتولى تصنيع أشياء عسكرية التي تصدرها إلى الولايات المتحدة وإلى دول حلف الناتو. نعم. بالطبع هناك أيضا عقوبات إضافية. نعم، هناك أيضا دكتور جبريل بعض الصحفيين أو المتابعين أو حتى المحللين السياسيين يطالبون بإخراج تركيا من حلف الناتو، هل تتوقع أن يحدث ذلك قريبا؟ لا أعتقد أن ذلك سوف يتم قريبا، ولكن هناك احتمالات عدة بأن تقرر تركيا الخروج من الناتو. في الوقت الحاضر ليس هناك discussions يعني اتصالات في هذا الصدد، ولكن كل شيء محتمل. طيب برأيك أيضا دكتور جبريل، لماذا تصر تركيا على التمادي في معاندتها مع الولايات المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي؟ هناك أيضا مشكلة وإشكالية وخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبين تركيا بخصوص التنقيب التركي غير مشروع في شرق المتوسط. لماذا برأيك تستعدي تركيا كل هذه الأطراف والقوى الكبرى الاقتصادية والسياسية في العالم؟ ولعلينا أن نعلم أن هذا يعود إلى الوضع العلاقة الروسية التركية. كما تعلم أثناء الحرب، من بعد الحرب العالمية الثانية، ستالين كان قد هدد بأن يحتل جزء كبير من المناطق التي تقع في شرق تركيا، وبصورة خاصة كان يتهم تركيا بأنها احتلت مناطق من أرمينيا ومناطق من جورجيا، وكان قد طلب من تركيا بأن تتنازل عن هذه الأراضي. عندئذ الولايات المتحدة والحلف والدول الأوروبية وجدوا أنه من الضروري إيجاد حلف أطلسي، لأنهم وجدوا بأن ذلك يهدد أمن ليس تركيا فقط ولكن أمن أوروبا. وعلى هذا الأساس نظم الناتو سنة 1949، وتركيا أصبحت عضو في الناتو سنة 1952. عندما أسقط أردوغان طائرة تركية سنة 2015 منذ 4 سنوات شعر بالخطر، وعندما قدم اعتذار إلى بوتين آنذاك، بوتين لم يرضى بهذا الاعتذار، ولذلك خشية من أن تعمل روسيا عمل يهدد تركيا عمل صفقة مع تركيا بأننا سوف نشتري هذه المنظومات الصاروخية وبأننا سوف نقلل من تعاملنا مع الغرب. وهذه كانت أمنية بوتين، ومن جمل الأمور التي استفاد منها أردوغان بموافقة بوتين احتلاله لمناطق من سوريا مثل عفرين مثل مناطق أخرى، واليوم يهدد سوريا بمزيد من المشاكل. وهناك يعني القوات التركية تقوم بضرب بعض المناطق في القرى الكردية العراقية في الشمال العراقي، وهناك الكثير من الاعتداءات التركية العسكرية على بعض الدول العربية كما ذكرنا كسوريا والعراق. على كلنا دكتور جبريل سوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.
لازلنا في الشأن التركي، حيث أفادت وسائل إعلامنا اليوم بمقتل نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق واثنين من الدبلوماسيين الأتراك في إطلاق للنار في مدينة أربيل شمالي العراق. الخارجية التركية أكدت النبأ، ووفقا للتقارير الإعلامية فإن مسلحين اثنين أطلقا النار على الدبلوماسيين الأتراك الثلاثة بينما كانوا يتناولون الطعام في أحد المطاعم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. طوقت قوات الأمن في كردستان العراق مكان الحادث وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطعم للبحث عن منفذ الهجوم اللذين لاذا بالفرار. وتعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها دبلوماسيون في مدينة أربيل شمالي العراق، ويقع هذا المطعم الذي شهد الهجوم في منطقة راقية بالمدينة. ما زلنا في شأن تركيا، حيث قال موقع تركيش مينت أن نائبا عن الحزب أو حزب الشعب الجمهوري تقدم بتقرير عن حدوث 231 انتهاكا للحق في الحياة و111 حالة تعذيب خلال شهر يونيو الماضي فقط في تركيا، لافتا إلى أن النائب والذي يعد من بين أبرز ناشطي مجال حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان تحدث عن الانتهاكات التركية بأرقام مفصلة، نتابعها في سياق هذا العرض.
في الشأن الليبي أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قوات مدينة مصراطة الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج سحبت أسلحتها من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس متجهين بها لمدينة مصراطة. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي في بيان صحفي اليوم إن مجموعات مصراطة المسلحة سحبت أسلحتها المخزنة بمدرسة السوان الثانوية وتنسحب إلى الكريمية، وأن عددا من المجموعتين المسلحة غادر إلى خارج المحاور في اتجاه طريق العودة إلى مصراتة بعد وصول أنباء على وجود نية هجوم كاسح للقوات المسلحة العربية الليبية. الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أكد أن القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم، كما دكت أهدافا إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي. وقال أيضا إن مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية لقواتنا على كل المستويات من القيادة الاستراتيجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة. إذن للتعليق على هذا الخبر وما يتعلق بالشأن الليبي ومعارك الجارية على حدود طرابلس ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الزويدي المحلل السياسي الليبي وأستاذ القانون. دكتور محمد أرحب بك على إكسترا نيوز، وما دلالة انسحاب قوات السراج في هذا التوقيت تحديدا؟ مساء الخير، تحياتي لك أخي الكريم وتحياتي لطاقم القناة وللسادة المشاهدين جميعا. هذا الانسحاب أمر طبيعي لأن ميليشيات مصراتة أصبحت تدرك يقينا بأن المعركة في طرابلس أصبحت محسومة لصالح الجيش، والتحشيدات العسكرية التي حضرت أخيرا المرحلة الثانية من العملية العسكرية المتعلقة بطرابلس تدرك الميليشيات أو وصل إلى علم الميليشيات أنها لا قبل لها بها، ولذلك هي حريصة على أن تحمي نفسها علاوة على حماية مصراتة. لأن المرحلة القادمة أو المرحلة الثانية بعد طرابلس هي تحرير مصراتة، لا يمكن بقاء مصراتة. القاعدة التركية والقاعدة الإيطالية في مدينة مصراتة شوكة في ظهر العاصمة، ولذلك هم يحاولون العودة إلى مدينتهم لتقليل من الخسائر بحكم أن المعركة محسومة سلفا لصالح الجيش. أضف إلى ذلك أن المجاميع الموجودة في طرابلس الخسائر البشرية في الأيام الماضية خاصة في صفوف ميليشيات مصراتة كان العدد كبير جدا، عدد القتلى في مصراتة تجاوز 500 قتيل. هذا أدى أيضا إلى نوع من رد الفعل الاجتماعي من الناس، العائلات وأسر القتلى، كل هؤلاء يحتجون على السراج وعلى القيادات العسكرية الميليشياوية من الذين ينتمون لمصراتة الذين زجوا بأبنائهم في أتون هذه المعركة الخاسرة، ولذلك هم يحاولون الخروج والحفاظ على ماء الوجه نظرا بأن القادم سيكون خسائره أكبر وأكثر من الذي حل بالميليشيات في الأيام في الأسابيع الماضية أثناء المواجهات مع الجيش في طرابلس. طيب إذن أنت تقول أن مدينة مصراتة الليبية هي أكثر أمانا بالنسبة لهذه الميليشيات وأقل بالنسبة للجيش الوطني الليبي الذي يركز ربما جهوده في العاصمة طرابلس، أليس كذلك؟ مصراتة مسلحة حتى أسنانها. طيلة الفترة الماضية 9 سنوات ميليشيات مصراتة جلبت سلاح من كل معسكرات الجيش بالإضافة للدعم التركي الذي يتهاطل على المدينة بحكم أن زعيم الإخوان المسلمين وهو مصراتي علي الصلابي في تصريح إعلامي موجود حتى على شبكة اليوتيوب قال أنني التقيت بأردوغان وقلت له أنقذ أهلك في مصراتي، لأن سكان مصراتي 90% منهم من دولة الأصول التركية، فالأتراك زجوا بكل ما لديهم من إمكانيات لصالح هذه المدينة بالإضافة إلى وجود القاعدة الإيطالية. فمصراتة طيلة المدة الماضية ميليشياتها نقلت المعارك إلى خارج المدينة، نقلت المعركة إلى براك الشاطي، إلى بن وليد، إلى الحقول النفطية، إلى المواني، إلى بنغازي، إلى وشفانة، إلى منطقة الجبل الغربي، وأخيرا في طرابلس. لكن الميليشياويين الذين يتواجدون في مصراتة والقيادات الميليشياوية في مصراتة تدرك يقينا بان بعد حسم الجيش للمعركه في طرابلس سيكون الدور على مصراتة بالتاكيد، يعني هذه مساله لا مراء ولا جدال فيها. نعم هم الان يتحفزون لهذه المعركه. نعم برايك دكتور محمد يعني الى اي مدى نقترب حاليا من تحرير العاصمه طرابلس؟
لن تكون طويلة الأمد معركة طرابلس. الآن التجهيزات العسكرية متكاملة بالكامل في طوق العاصمة. المناطق التي حررها الجيش الآن وصل الجيش بعد تحرير بالكامل على سيطرة على خلة البرجان وصلاح الدين اللي هي مناطق تقع أو أحياء جنوب غرب طرابلس الآن بالكامل تحت سلطة الجيش. لم تعد قلب المدينة يبعد عن آخر نقاط تمركزات الجيش إلا بضع كيلومترات، يعني 4-5 كيلومترات بالكثير، وتكون الأمور كلها محسومة. الآن الدب الرعب والدعر في صفوف الميليشيات، أعتقد أن المعركة ستكون أسهل بكثير مما كنا نتصور. اللواء أحمد المسماري ناطق باسم قائد الجيش الوطني الليبي يقول أن مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية لقواتنا على كل المستويات. إلى أي مدى دلت هذه العمليات على جاهزية الجيش الوطني الليبي في عملياته على حدود طرابلس؟ لا، هي مش على حدود طرابلس، يعني لا لا لا، في داخل طرابلس. الأحياء التي ذكرتها هذه داخل طرابلس وليست على ضواحي طرابلس. التحشيدات أو غرفة العمليات في ضواحي طرابلس، لكن بالنسبه للتواجد العسكري لا، في وسط المدينه، يعني في حي صلاح الدين هذا حي من احياء طرابلس، خله البرجان حي من احياء طرابلس، الاحياء البريه حديقه الاحياء البريه حديقه من حدائق طرابلس اللي متواجد فيها الجيش الان. لا يا والضباط العسكريين الذين يقودون العمليات المحاور السبعه اللي موجوده في طرابلس هم ضباط على اعلى درجات من الكفاءه ومن المهنيه في مقابل الميليشيات التي تعتمد كلية على كثافة النيران. ليست لديها خطط عسكرية، خطط ميدانية، تقدم، اختفاء، غش إلى آخره من المصطلحات العسكرية، أو لا يفقون في ذلك شيء. فالجيش الحمد لله يعني طيلة الفترة سواء الاقتحام الأحياء الخارجية لضواحي طرابلس أو في دخوله في وسط طرابلس إلى الآن خسائر، يعني خسائر محدودة جدا. عدد الشهداء لم يصل بعد الى 100 شهيد في صفوف الجيش، بينما فاق ال 1500 في صفوف الميليشيات. هذا يعطي مؤشر وعنوان اكيد على ان العمليات العسكريه التي يقودها الجيش على قدر عالي جدا من الكفاءه والمهنيه. اضف الى ذلك ان كل النقاط التي كسبها الجيش لم يخسر نقطه واحده من تمركزاته في داخل العاصمه. نعم، الدكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي واستاذ القانون، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله. مشاهدينا الأعزاء، إلى الوضع في السودان، حيث وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم اليوم بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم. وقع طرفان الإعلان السياسي بعد محادثات مكثفة ليلة أمس لإنجاز التفاصيل، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين. نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم حمدتي قال والذي وقع الوثيقة، قال إن هذه لحظة تاريخية للسودان، وأضاف أن الاتفاق يشكل لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية، ويفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوى الحرية والتغيير. من جهته قال إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي، تم اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها يوم الجمعة. في خبر آخر، شهدت القاهرة اليوم أعمال الدورة الوزارية 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السعودية وبحضور وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات في مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يبحث الاجتماع كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات هذا القرار. الاجتماع بحث أيضا دور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذا الخريطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة وتصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب وسبل الارتقاء بالإعلام العربي إلى مستوى أعلى ليكون داعما لبرامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج. وينعقد مجلس وزراء الإعلام العرب مرة كل سنة بمقر الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء، وله أن يعقد اجتماعا طارئا عند الضرورة، وهو أحد المجالس الوزارية المتخصصة والتي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويضم في عضوته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير بعد أن نبدأ أولى فقرة نقاشية في هذه الليلة.
وجد التحية بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاط ساخنة ونقاش الرئيسية الأول من حلقة اليوم والذي يدور حول جهود الدولة المصرية لملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية خارج البلاد ومواجهة سموم هذه العناصر في الخارج كالشائعات والميليشيات الإلكترونية. أرحب بضيفي سيادة اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية السابق. سيادة اللواء أرحب بك على إكسترا نيوز وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. سيادة اللواء منذ أيام قليلة الكويت أعلنت أنها ضبطت خلية إرهابية محكوم أو يعني عليها بعض الأحكام في الدولة المصرية وقامت بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في مصر وقامت أيضا بتسليم هذه الخلية الإرهابية إلى السلطات المصرية. التعاون بين مصر وليبيا مؤخرا شهد استلام شامل عشماوي. بالضبط شامل عشماوي هو كان ضابط سابق وإرهابي خطير سلمته إلى الدولة المصرية بناء على مذكرات التعاون ربما والاتفاقيات بين مصر وبين ليبيا. بداية ما هي الأليات التي تعتمد عليها الدولة المصرية في استعادة هؤلاء المجرمين وهؤلاء الإرهابيين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حب أطمنك وأسعد المشاهدين أن أجهزة الأمنية سواء كانت في الشرطة قوات مسلحة بفضل الله استعادت قوتها وريادتها بفضل دعم الشعب المصري لها لمواجهة كافة العناصر الإرهابية ومواجهة كافة العناصر الإجرامية الخارجة عن القانون. أولا من المجرى العدل الطبيعي الأمور أن أي قضية جنائية بتتم بتفتح لها ملف بيتم ضبط القضية في من هو يقدم للقضية وفي من هو هرب من الضبط. لكن معنى أنه هرب من الضبط ده أنه هو هرب، لا، ده القضية قبله والنيابة العامة إحنا كشرطة بنتابعه وبتخش الجلسة القضية تحكم عليه غيابي في هذا الموضوع. إن احنا عندنا أجهزة بتاعتنا، عندنا ضابط مبعث الاسم اللي بيتم فيه الواقع ده بيتابع الـ 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 الأشخاص المطلوب ضبطها أو الأشخاص اللي هي صدر عليها أحكام غيابية. الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في قطاع مصلحة الأمن العام بتتابع هذا الموضوع. الأجهزة المعلوماتية كذلك بتتابع تلك العناصر. مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام بيتابع كل هذه الإفراد النهضة. واحد عاوزين نجيبه من أي مكان أو يتم استرداد ملفه بيكون عن طريق مكتب التعاون الدولي مكتب النائب العام. دي آلية موجودة قبل أي متهم، قبل أي متهم ارتكب جريمته على أرض مصر أو خارج مصر لكنها تضر بمصر. وجميع الاتفاقيات الدولية لمصر وتقع عليها على أساس تبادل التبادل المتهمين ما بين الدول في حالة وقوع جرائم تمس الدولة سواء كان في الداخل أو الخارج. خصوصا أن هذه القضايا ستر لا تسقط بالتقادم، يعني مش عشان هو هرب وقعد سنتين أو كذا. هو يظن هذا فندم، هو بيظن هذا، لكن النهاردة احنا عندنا متابعة دائمة دؤوبة من ضباطنا على كل الأشخاص اللي هم مطلوب ضبطهم. عندنا النهاردة ما في عندنا أحكام جنايات على أشخاص مش موجودة، صدرت أحكام جنايات في جهاز عندنا في جهاز الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والقسم المختص وكافة الأجهزة بتتابع ضبط تلك الأشخاص. النيابة العامة بتتابع الأشخاص دي، بتسأل الاسم فين الأشخاص دي. يعني عاوز أقول إن الموضوع متابع من كافة الأجهزة المعنية الخاصة بموضوع ضبط المتهمين الخارجين عن القانون أو ضبط المتهمين الصادر ضدهم أحكام جنائية لابد من تنفيذها. طبعا بيتم مخاطبة الانتربول المصري الذي بدوره بيخاطب الانتربول الدولي لاستعادة هؤلاء المجرمين الذين عليهم وده عن طريق مكتب السيد النائب العام في مكتب التعاون الدولي. لكن عايز اسالك سيادة اللواء، هل في اختلاف بين التعاون مع الانتربول الدولي وان يكون هناك اتفاقية ثنائية بين مصر وبين الدول الذي يلجا اليها هذا المتهم؟ لا فندم، ولو كله بيكون في سياق واحد. الانتربول الدولي ده هو عبارة عن دول موقعة عليه في تسليم المتهمين بتوعها إذا طلب الانتربول في خلال النشرة الحمراء، كويس. لكن الاتفاقيات بتزيد الموضوع أهمية. يعني نادر لما يكون في اتفاقية دولية وحسن تعاون ما بين الدول، يكون تعاون مباشر مع الدول. تعاون مباشر مع الدول طبعا الحاجات دي كلها بتكون بتأخذ مجراها الطبيعي سريعا، لكن هي لها رول ملهاش فيه برضك، مش موضوع كده، لا. يعني موضوع يعني قضائي، بيتم استرداد قضائي، بيتم التحقق والتيقن من ذلك، ويتم التسليم برضك عن طريق الجهات القضائية هناك. يعني موضوع كل موضوع مقنن بالكامل من خلال اتفاقيات
وزيارات السيد الرئيس لمعظم الدول كلها بتقنن كلها دلوقتي ان هي حسن التعاون وتنفيذ الاتفاقيات الموقعه او توقيع اتفاقيات. النهارده معظم الجريمه النهارده معظم الجرائم جرائم كلها جرائم عابره للحدود. نعم. كويس؟ يعني في جرائم غسل الاموال دي بتقعد تتبع الجريمه في اكثر من 5-6 دول. فلا بد من التتبع دي، لابد من شفافيه. صح. الشفافيه دي عاوزه ايه؟ اتفاقيات، وعاوزه ايمان كل دوله بكشف عن كل هذه الحاجات، وان يكون هناك تبادل معلومات بين الدول بشفافيه، تبادل معلومات بشفافيه. يعني ما اطلب مثلا عن معلومات عن شخص معين، الشخص المعين ده لابد ان هو يديني معلومات كافيه عنه بشفافيه كامله، بطلبه يعني بيقدمه لي للعداله، بس انا بقدم له برضك الادله والبراهين الداله على ادانته، عشان هو برضك يبقى في نطاق دولي معين، في نطاق حقوق الانسان وفي حقوق كل شيء. ووفقا للقانون الدولي في القانون الدولي كل شيء يعني. بتسليم المتهمين. كل حاجه يا فندم. سياده اللواء، المتهمين او المجرمين الضالعين في جرائم ارهابيه، التعامل مع هذه الدول التي يوجد فيها هؤلاء المتهمين بيكون اسهل او ابسط لتسليمهم من الجرائم العاديه او جرائم تتبع غسيل الاموال وخلافه؟ فندم هي الرول بتتبع واحده، الجريمه جريمه، الجريمه جريمه، هي حتى يعني الجريمه الارهابيه هي جريمه جنائيه، جريمه جنائيه لكن لا تاخذ يعني الصبغه السياسيه شويه، لكن الجريمه الجنائيه جريمه جنائيه لا شق جنائي، لكن هي جريمة جنائية تخضع للقانون العام، قانون الجنائي العام. فهو حضرتك الـ 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 في دول بتأوي الإرهابيين نوعا مظنا ان هم دول ناس يعني معارضين وخلافة، معارضين معارضين، لكن ده راجل قاتل واحد، هو معارض قاتل يعني، ده في لبس في الفهم وفي تسطر ليس له ايه مبرر. إن أنا هتبع واحد النهارده لما ارتكب جريمة، ده واحد ارتكب جريمة وعليه حكم جنائي من محكمة الجنايات. يعني أنا إحنا ما من يعني ما فيش في فصال الحاجات دي كلها، ودي بتبع مع أي مجرم. يعني تبع مع أي مجرم يرتكب جريمته سواء داخل البلاد أو خارج البلاد، لابد من ضبطه، لابد من ضبطه. طيب. سيادة اللواء، بالتأكيد مصر لديها اتفاقيات ثنائيه فيما يتعلق بتسليم المتهمين بينها وبين الدول العربيه، معظم الدول العالم، معظم دول العالم. الجامعه يعني انا اعني بالذكر ما يتعلق بالدول العربيه، الجامعه العربيه لها مجلس، هو مجلس وزراء الداخليه والعدل العرب، وهو مجلس ثنائي مشترك، ويتم الاتفاق على بعض البنود المتعلقه بهذه القضايا او تسليم هؤلاء المتهمين. ازاي تقيم التعاون بين الدول العربيه في مجال تسليم المتهمين خصوصا في مجال القضايا الارهابيه؟ فندم اصبح العالم دلوقتي كله يعي ويعلم ان الارهاب يصيب في اي حته في اي مكان، واذا ما كانش هيبقى في تعاون دولي ما بين الدول مع بعض وشفافيه في تبادل المعلومات سيرتع هؤلاء الارهابيين في كل البلاد. بيروحوا بلاد امنه، يعني زي تركيا زي قطر، هم فاهمين دي ملاذ لهروبهم، ملاذ ايه؟ لهروبهم. لان الدوله فاهمه ان دولت ناس معارضين او مش معارضين، دولت ناس جنائيين. لكن معظم الدول، معظم الدول ايقنه تماما ان الناس دي ناس اجراميه، نموذج اجراميه لابد من ضبطه، لابد من تسليمه لبلاده. طب ما هو النهارده الشخص اللي اختطف طائره مصر للطيران في قبرص، في قبرص احنا سبناه؟ بردك طلبنا من السلطات القبرصيه لابد من تسليمه لنا، الى ان تمت كافه الاجراءات القضائيه عن طريق مكتب التعاون الدولي لسيادة النائب العام، وتم رجوع هذا الشخص الى مصر لمحاكمته على ما ارتكبه من جرم. ودي كانت قضيه كبيره طبعا. يعني لكن احنا لن نترك واحد اهان بلدنا او اساء لبلدنا الا لما لازم نقتص منه ويجيبه ويدفع القصاص. ولو بعد حين، ولو بعد حين. وزي ما حضرتك قلت يعني موضوع قبرص بعد اشهر طويله من التحقيقات في قبرص تم تسليمه مؤخرا الى مصر لبدء التحقيقات. بناء على طلب مصر. بناء على طلب مصر انه ارتكب جريمه في حق الشعب المصري وادان فيها، كويس؟ فلا بد ان ناخذ احنا حقنا منه. طيب هل يا سياده اللواء الاليه اللي بتعتمدها مصر في ارجاع هؤلاء المطلوبين واستلامهم تحديدا المجرمين الجنائيين والارهابيين، هل مجرد يعني هو مسار بتسلكه وخلاص، يعني بترمي الاوراق وبتبعت الورق وخلاص، ولا بيكون في معلومات، بيكون في وثائق، بيكون في ادله بترسلها لهذه الدول؟ وانا النهارده ابعت لواحد هو مش عارف انه موجود في البلد ديت، يبقى طبعا في تتبع بكل دقه
لكل الاشخاص الهاربين من العداله. يعني ما اقصدش بس الاسماء، يعني هل بيكون في وثائق يا فندم وادله بترسل الى هذه الدول؟ فندم النهارده انا لما اجي اقول فلان الفلاني في حته معينه، انا بيبقى عندي انا ادله ان هو موجود في حته فلانيه وساكن في حته فلانيه وانا عاوزه ومقيم. مش عندنا جهاز معلومات، اجهزه معلومات شغاله. اقصد برضه سياده اللواء فيما يتعلق بالقضيه اللي هو متورط فيها، يعني لازم نثبت للدوله الاخرى ان ده محكوم عليه او يا فندم يا فندم ده لازم انت تعمل ملف استرداد، ده يعني بتجيب القضيه والحكم القضائي وتسلمه كل تفاصيله وبتسلمه لمكتب النائب العام، مكتب النائب العام بيخاطب النائب العام بردك في الجهه ويتم يعني الموضوع قضائيا. الموضوع بيتم بصفه قضائيه وبصفه دوليه، ان هي اتفاقيه دوليه ما بين لتسليم المجرمين في وقتهم، يعني الموضوع ماشي في اطار دولي وقانوني 100%. طيب زي ما حضرتك اشرت منذ قليل هناك بعض الدول التي تستضيف هؤلاء الارهابيين. طبعا خلينا نقول لو نسميها قطر وتركيا بشكل واضح، هي تستضيف قيادات جماعه الاخوان الارهابيه. مؤخرا تركيا قامت بتسليم الارهابي محمد عبد الحفيظ الى مصر، هل حضرتك شايف ان دي بتعتبر بدايه للتخلص من قيادات هذه الجماعه في هاتين الدولتين؟ شوف فندم، سبق في حلقات سابقة أن أنا قلت كل من أساء لمصر سنأخذ حقنا منه ولو بعد حين. هو حد يعني أنا زي ما قلت كده، مفيش واحد هيرتكب في حق هذه البلد جريمة وهنتركه ولو بعد حين. وعارفين كل النماذج فين ومراسلاتها فين ومحددين أماكنها، وهي الوقت المناسب لضبطها بالكامل. ولما بنشوف حجم الخطوره وحجم التهديد بدابره بنبذل جهود كثيره في سرعه ضبط تلك العناصر اذا كانت لها نشطه ولا لا زي هشام عشماوي ده. دي معلومات تنسيق كامل ما بين الامن المصري والامن الليبي في ضبط الناس دي كلها. وبعدين قناعه الدول بان هذه الاشخاص ارتكبت جرائم جنائيه في حق هذه البلد فلا بد من تسليمها وفقا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات وفي النظم القضائيه. طيب ليه يا سياده اللواء بعض الدول ما بتسلمش المتهمين؟ دي ساعات بتاخد الصفه السياسيه، بتاخد يعني بتعمل زي اعاقه للتنفيذ. لكن لما بيكون في علاقات طيبه، وبسيادة الرئيس لما بيعمل علاقات طيبه مع كل دول العالم، كل ده بيزيل اي احتقان موجود في تسليم المتهمين. طيب اي دوله يعني ثبت ان عندها متهم وهو عليه احكام قضائيه في مصر مثلا وهي ما سلمتش المتهم، هل بيكون في تداعيات؟ هل بيكون في ضغط دولي؟ هل ممكن نقدم مثلا شكوى في احد المنظمات الدوليه؟ فندم هو هل ده بيحصل؟ دي دوله فندم، دي دوله طبعا. يعني عاوز اقول يعني الدوله هي مرتبطه باتفاقيات برضه، يعني هي المفروض ان لسه تفعلها، المفروض انها تفعلها. يعني جهود الدبلوماسيه بتلعب دور كبير في حته في هذه المناحي كويس، وبحيث ان تبدا تنفذ كل دوله تنفذ ما التزمت به قبل الاخرى. يعني لكن لو ما التزمتش ما بيكونش في ضغوط عليها، يعني دي جهود اسمها جهود دبلوماسيه يعني. طيب. مش ضغوط يعني. طيب حضرتك مش عايز تتكلم في النقطه دي؟ طيب لا جهود دبلوماسيه ما فيش يعني حاجه، يعني في تفاصيل حضرتك لا حاسس ان حضرتك مش عايز تتناولها يا فندم. النهارده في مثلا في حاجه عائقه معينه كويس، جهود الدبلوماسيه ديت بتشمل ان هي كيفيه ازاله هذا الخلاف او ازاله هذه الاعاقه بحيث ان هي لكن من ممكن استخدام اوراق ضغط على الدول؟ والله ما اعرفش الموضوع ده. طيب انت اللي تعرفه. لا خلاص انا مجرد اعلامي. طيب سياده اللواء، الجماعه الارهابيه وقيادات الجماعه الارهابيه دعوا عناصر الاخوان الموجودين في الدول العربيه الى مغادره الدول العربيه، حضرتك شايف ان تسليم الكويت للعناصر الخليج الارهابيه اللي كانت موجوده هناك ده عمل ناس مجرمين عمل ردع طبعا هو ردع، هي اشاره على ان مصر لن تترك من اساء اليها. كل من ارتكب جريمه على ارض مصر او في خارج مصر ضد مصر سيتم ضبطه من اي بلد ويتم ضبطه وتقديمه للعداله في مصر. ودي دي دي دليل على ان الحمد لله ان احنا عندنا دوله مستقره مركزيه لها من السياده لا تطلب من اي بلد اي متهم اقترف جريمه في حق بلده. طيب تركيا وقطر ليه بيصروا على ايواء الارهابيين؟ مرحله وستنتهي. حضرتك واثق يعني ان هو قريبا مرحله وستنتهي ان شاء الله؟ حضرتك تشعر ان في تخوف من العناصر الارهابيه الموجوده هناك؟ مفيش تخوف فندم، احنا ما نخافش من العناصر، هي احنا ما نخافش من مش احنا مصر، العناصر هي اللي خايفه الموجوده هناك. طبعا خايفين ان احنا نجيبهم، يعني يوم ما نجيبهم مش هنسيبهم.
لن نترك تلك الحفنة الآسبة ولو بعد حين. طيب من بين السموم اللي بتبثها تلك العناصر الموجودة في الخارج تحديدا في قطر وتركيا ما يتعلق بالشائعات والأخبار المزيفة واللي بتحاول ضرب الاقتصاد الوطني وتحارب وتحاول ضرب المجتمع المصري، حضرتك شايف ازاي الشائعات وازاي ممكن نواجه هذه الشائعات؟ فندم الجماعات جماعة الإخوان ليس لديها أي تواجد حاليا غير المنصات الإلكترونية، تقعد تدي إشاعات وفي كافة المناحي، في التعليم، في الاقتصاد، في أي حاجة تمس قاعدة جماهيرية كبيرة، ظنا منها أنها تفصل المجتمع عن الدولة. يعني كل هدف هذه الشائعات هي عملية فصل المجتمع عن الدولة أو تقويض الدولة، كويس، زعزعة الاستقرار في الدولة، ظنا منهم. ولذلك احنا لابد ان احنا من خلال المنبر بتاع حضرتك لابد ان احنا نوضح الحقائق والرد على الشائعات في حينه. يعني مجلس الوزراء مركز الاعلام مجلس الوزراء هو بيقام في الاشاعات، بس بينفعها جمله، يعني 12 اشاعه بيطلعهم بينفيهم. احنا عاوزين كل شيء في حينه، يعني بحيث ان طبعا كل اشاعه تطلع لابد رد عليها في حينه بحيث تفطر في حينها. لابد من اعاده تزيد التوعيه بتاعه الشعب بتاعنا بالنسبه لتلك الاشاعات، بان احنا لا نصدق اي كلام يقال الا من خلال مصادرنا الرسميه. نمره 3، لابد من زياده القرعه الثقافيه لشبابنا، ان احنا دولت ماسكين الموبايلات، هم قاعدين عن طريق الصفحات بتاعتهم، يديك خبر واعلان جميل ويخش داخله كله مخوق، لكن هو كله احنا نزازم اي خبر بنقراه على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي بكافه انواعها، لابد ان احنا نمحص تلك الكلام ولا نعمله شير. اذا كان الكلام كله انا حاسس ان الكلام كله مفبرك، يبقى اعمله شير ليه؟ وانا الشير ده انا بساعده على نشر اشاعته. لكن لابد ان شبابنا يعي ويدرك، ولابد من جميع القائمين على العملية التعليمية لابد أن يوعوا تلامذتهم، الجامعات، المراكز الإعلامية، المساجد، كل من له رأي لابد أن يدحص الشائعات وأن يفهم الشباب لا داعي للتشهير، يعمل شير على حاجات إحنا ما ندركهاش، مجرد أن هي عاملة أكشن نشيرها، إذا نكتر من كثرة الشائعة. الاستهداف الشباب تحديدا سيادة اللواء برأيك؟ الشباب يا فندم برضك، لانه النهارده الشباب النهارده كل واحد شايل 2 موبايل دلوقتي، ها كل شاب شايل 2 موبايل، هيلعب مع الشاب في ايه؟ هيديله خبر جذاب شويه عشان يجذبه، عشان يشيره، ها يبقى نشر ما بين هذه الكلام. لكن شبابنا لابد ان تزيده الجرعه الثقافيه، ان هو ما يقراه ليس كل ما يقراه حقيقي، لكن هو انا هقول له حاجه، اقرا وشوف الظروف اللي حواليك، إذا لقيت الكلام اللي بيقوله حقيقي يبقى هو حقيقي، لكن هو الكلام اللي بيقوله غير حقيقي يبقى لماذا تصدقه؟ كويس؟ لابد من تمحيص الخبر ولابد من دحص الخبر في حينه من قبل الجهات الرسمية. طيب اسمح لي سيادة اللواء أعود مرة أخرى إلى استعادة الهاربين والمجرمين المطلوبين من مصر والموجودين في الدول الأخرى. حضرتك شايف إن هذه العمليات، عملية استعادة المجرمين، ده بيخوف بعض العناصر الإرهابية الموجودة في الداخل؟ طبعا يا فندم، طبعا ده نظام رضع، ان احنا عندنا دلوقتي قوه رضع، ان من يرتكب جريمه في حق الشعب المصري سيتم ضبطه سواء في الداخل او في الخارج. ده لن يفلت من العداله، ده هيحلنا الى نجاح القوات الامنيه سواء كانت شرطه، بفضل الله عندنا القوات الامنيه عندها يقظه ومتابعه، وهي اللي تبعت الناس دي في الكويت وبعتت تجيبهم من الكويت. مش بس يا فندم كمعلومات وكاسترداد الاشخاص، حتى في الحد من الهجمات الارهابيه والجرائم الارهابيه. التهديد يا فندم دلوقتي الاجهزه الامنيه بتفحص اي شيء يمس البلاد سواء كان من الداخل او من الخارج، معظم الحاجات كلها بتجي لنا من الخارج، فلا بد ان احنا بنتحصها ونقاومها من الخارج. والمعلومات دي يا سياده اللواء بحسب الخبراء الامنيين، يعني وحضرتك طبعا حضرتك كنت مساعد وزير الداخليه، ان المعلومات هي اساس العمليات الارهابيه، يعني او اساس الحد من العمليات الارهابيه. لو كان عندك يعني بس يعني حضرتك يعني لو كان عندنا او عند الاجهزه الامنيه المعلومه، من الممكن بسهوله انها تدحض هذه العمليات الارهابيه، هي راس الحرب. ارد على
أولا بفضل الله سبحانه وتعالى استعادت الأجهزة الأمنية كافة قواها في نتيجة دعم الشعب أولا ودعم الدولة لكل الجزئيات. معظم العمليات اللي بتقوم بها الداخلية وقوات المسلحة التي أصبحت عمليات استباقية نتيجة ما توفر من معلومات قبل تلك العناصر ومداهمتها وضحصها في وقته. وعندنا مستعدين نطلع بمئة عملية في اليوم. عندنا من القوات تتعامل مع أي حدث وبكافة قوتها، وسواء كانت تضاريس صحراوية، تضاريس جبلية، تضاريس زراعية. عندنا أولادنا مدربين تدريب عالي جدا في الاقتحامات وفي الضبط طالما المعلومات الاستباقية موجودة، وده اللي عمل استقرار أمني ويحس بكل شعب في مصر. الموضوع فرق كتير مع عن 5-6 سنوات. طبعا يا فندم كان في عشرات العمليات الارهابيه، دلوقتي الموضوع اصبح ما فيش، يعني هي منطقه صغيره. فندم انت هذا ما تلاحظ اخر عمليات في سيناء ايه اللي حصل؟ ضباطنا واقفين زي الاسود بيقاوموهم سجال. ضابط بيضرب ويضرب ولد مفخخ عشان عارف انه يموت عشان ما يعملش خسائر كثيره في قواته. ده قمه الاداء الرجولي، قمة الأداء الرجولي. ولد مفخخ دخل عليه عاوز يعمل يفجر نفسه في وسط مجموعة كبيرة عشان يكسب من الخسائر. ضابط بتاعنا شهم مؤمن بوطنه ومؤمن بقضيته، فجر ضربه فوته وفجر في نفسه عشان يقلل من الخسائر ايه؟ قواته. التحية والرحمة لروح هذا الشهيد وكفة امين كل شهدائنا في مصر طبعا. الـ 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 عشان اللي بيعملوه، عشان التضحيات اللي بيعملوها طبعا يا فندم. ما دي كلها حاجات يسجلها التاريخ. احنا او مصر حاليا بتستقبل وبتستضيف الكثير من الفعاليات المهمة، اخرها بطولة الامم الافريقية طبعا. لولا هذه التضحيات لا، انا بعد اذنك من منبرك هنا انا بقى احيي الاجهزة الامنية والدولة في تنظيمها لهذه البطولة، والاجهزة الامنية في المحافظة على الامن والظهور بمظهر مشرف. وأحيي الجمهور، احيي الجمهور اللي كان واعي، اللي التزم بوعيه في محافظة على البنية التحتية لجهاز الرياضية. وبعدك أقدم العزاء لأسرة الشرطة في وفاة العميد سامح فؤاد، كان في الذي توفى في ماتش في السويس. ده كان ضابط معايا في الأقصر وفي السويس رحمة الله عليه، مات أثناء ده يتعمل بأزمة قلبية طبعا. البقية طبعا في حالك سيادة اللواء، والرحمة لكافة شهداء آمين يا رب، شهداء المصريين الذين يبذلون كل غال ونفيس في سبيل هذا الوطن. سيادة اللواء أسامة طويل مساعد وزير الداخلية أسبق، شكرا جزيلا لحضرتك سيادة اللواء، شرفتنا على إكسترا نيوز. شكرا جدا. مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى فاصل قصير، بعده نلتقي مرة أخرى لنبدأ فقرتنا النقاشية الثانية من حلقة هذه الليلة. أهلا بكم مرة أخرى في نقاط ساخنة ونقاشان رئيسية الثاني في حلقة اليوم، وحديث عن مرور 3 سنوات على محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في تركيا منتصف يوليو من عام 2016. ضيفي في هذا الاستوديو الأستاذ محمد مصطفى، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق في تركيا. أستاذ محمد منورنا في إكسترا نيوز. بوجودك أستاذ همام، ونتمنى يعني أن السادة المشاهدين يعني يسعدوا بهذه الحلقة ويطلعوا منها بمعلومات جديدة وسط طيف من الأكاذيب. واحنا لازم نبقى فاهمين ان مواجهة الاكاذيب عشان تبقى مجدية لازم تواجه بالحقائق. نعم، بالحقائق. ولو سمحت لي بس في لحظة احيي الاشارة اللي اشار اليها سيادة اللواء في لقائه مع حضرتك منذ قليل، عندما اشار الى ان الجندي المصري اصبح يواجه بصدره هؤلاء الانتحاريين الارهابيين. هذا تغيير في قواعد الاشتباك، اصبحت معه ارادة التضحية المباشرة لدى الجندي والمقاتل المصري أقوى من إرادة الانتحار لدى هذه العناصر الإرهابية. هو هذه التضحية هي مهمة في العقيدة العسكرية والأمنية للجندي والمقاتل المصري منذ الأمد. طيب، بعد 3 سنوات من هذا أو ما يسمى بالانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو لعام 2016، صحيح، هل يمكن وصف هذا الانقلاب أنه انقلاب حقيقي أم انقلاب تمثيلي؟ هو أردوغان بيقول محاولة انقلاب فاشلة، إنما هي في الواقع هو انقلاب وليس محاولة انقلاب. انقلاب قام به أردوغان ضد مبادئ وأهداف ودستور الجمهورية التركية التي أسسها مصطفى كمال، فلقبه الأتراك باسم أتاتورك بمعنى أبو الأتراك، يعني تمجيدا
للخطوة التي أنقذت الشعب التركي من الاحتلال. في محاولة الانقلاب دي اللي هو سماها محاولة انقلاب، هو انقلب على كل المبادئ، استغل الموقف الذي كان يديره من وراء الستار حتى يحدث انقلاب ارتدادي للخلف، انقلاب نحو الرجعية في مواجهة القوى التقدمية التي كانت تحرك المجتمع التركي باتجاه ان هي تصبح دولة حقيقية متقدمة بأفكار وسياسات. وكنا شايفين المد يعني التقدمي الكبير في تركيا، هو عمل انقلاب ارتدادي ورجعي للخلف. علشان كده المشاهد اللي احنا بنشوفها دلوقتي في تركيا، الرفض الشعبي لأردوغان بعدما أدرك الأتراك أنهم أمام رجعية جديدة، فهو انقلاب قام به، ما كانش محاولة انقلاب. سمعت على مدى الأيام الماضية في الإعلام المصري والعربي وحتى في الإعلام التركي بيتكلموا عن قصة إيه القصة اللي حصلت، وفي كذا رواية زي ما حضرتك يعني بتتابع، ناس تقول لك ده هو اللي اخترع الموضوع من أوله ويعني وأدار المشهد كما لو أن هناك منقلبين عليه، وناس تانية تقول لك لا هو كان عارف المعلومة وأدار وفوتها وعشان يفضل بيتحكم. لكن أنا هقول لحضرتك الحقيقة، بس قبل ما نقول الحقيقة بالمعلومة هأشير للقاء كان جمع حوالي 4 أو 5 صحفيين مصريين مع القائم بالأعمال التركي علي رضا جوناي بعد الانقلاب بأسبوع، ويعني شاء القدر أن أكون بينهم وتحصل مشادة بيني وبين القائم بالأعمال التركي، لكن هما لما بيستفزوا بيغلطوا. فهو اعترف بأمور معلوماتية، قال أنه أبلغ أن أردوغان أبلغ بمحاولة الانقلاب قبلها بساعتين. فأنا قلت له أكيد جهاز أجنبي اللي ادالكوا المعلومة، المخابرات التركية ضعيفة يعني ما تقدرش توصل للمعلومة دي. فقال لا، ده المخابرات التركية هي اللي وصلت عن طريق ضابط صغير كان بصدد تجنيده للمشاركة في الانقلاب. فرديت عليه بالمنطق، هل في محاولة انقلاب او انقلاب في العالم بيتم فيه تجنيد ضابط مشارك قبل موعد الانقلاب بساعتين؟ لا يمكن، يعني عملية التجنيد بتتم قبلها بفترة مش قبلها، يعني الانقلاب هيحصل بعد ساعتين يروحوا الضابط يقولوا له تعالى خش معانا الانقلاب، ده كلام طبعا تهريج. هو مشي فعلا، هو أردوغان عرف اسماء المشاركين في العملية وأدار المشهد ليحدث الانقلاب على الجمهورية التركية، لأن أول قرار اتخذه بعد معاد تاني لإسطنبول ما كانش القبض على ضباط، كان القبض وفصل، القبض على وفصل 2500 قاضي. طب وهو أنت عرفت منين القضاة دول مشاركين في الانقلاب؟ لكن هو عشان عارف إنه هيعمل اعتقالات تعسفية فهتروح للقضاء هيطلعهم براءة، فاستبق خطوة القبض على العسكريين وفصلهم بالقبض على القضاء. بالقبض على القضاء. والحقيقة هو تصور أنه نجح، لكن يعني نفاجئه ونفاجئ الرأي العام. معلش يا سمحة، وده كان سؤالي، بحساب المكاسب والخسائر ما الذي كسبه أردوغان من هذا الانقلاب وما الذي خسره؟ هقول لحضرتك المكاسب والخسائر، بس خلينا نقول حقيقة الانقلاب، الحقيقة الغائبة. الجيش التركي وأنا عشت معاهم لم يكن فيه ضباط إطلاقا من تيار الإسلام السياسي. قبيل وصول أردوغان ومع وصوله أدخل عنوة في الجيش على فترات وبالتدريج ضباط وجنود ينتمون للجناح الناعم في تيار الإسلام السياسي وهو جناح فتح الله جولد، لكن جناح أردوغان ما قدرش يدخل عناصره. ابتدى الصدام غير المعلن في الجيش التركي اللي عقدته علمانية وفقا لدستورهم مع جناح جولن، لكن ما كانش بيعلن. يعني الجماعة بتوع الإسلام السياسي اللي دخلوا الجيش دول اللي هم أقلية مع الجناح الكبير اللي هم اسمهم الكماليين أو الكماليون نسبة لمصطفى كمال اللي راسخة في دماغهم العقيدة العسكرية بتاعة أتاتورك. الجناح ده لقى ان في جناح تاني تيار إسلام سياسي مدعوم من رئيس الحكومة وقتها طيب أردوغان، ثم بعد كده بقى رئيس الدولة طبعا. عندما بلغت لقادة هذا التيار الآباء الروحي، كل مؤسسة عسكرية فيها ناس رموز، لما وصل لهم معلومة ان في عملية تجنيد وهم يعني موجودين في كل أفرع إدارات المخابرات في الجيش التركي، هؤلاء الكماليون في الجيش التركي يعني،
لما وصلهم ان في بعض الضباط بصدد القيام بمحاوله انقلاب ينتمي بعضهم لتيار جولن، هم الكماليين اللي سربوا المعلومه لاردوغان، وقد تكون هذه المره الاولى التي يعلم هو فيها ذلك. وانا بقولها بكل ثقه، الجبهة الكمالية هي التي صدرت وسربت المعلومة لأردوغان حتى يقضي بنفسه على حليفه الأول فتح الله جولن ووجودهم داخل المؤسسة العسكرية التركية. فخدع أردوغان وتمكنت الجبهة الكمالية من إحكام وجودها الأفقي والرأسي داخل المؤسسة العسكرية التركية. علشان كده أنا أظل أراهن أن الجيش التركي الحقيقي لا يمكن أن يسمح باستمرار ما يحدث في تركيا بعدما اتجهت كل مؤشرات الاقتصاد وكل المؤشرات الاجتماعية في تماسك الدولة وتماسك المجتمع التركي كلها اتجهت خلاص، بقى واضح كله نازل المنحنى بتاعته نحو المنحنى بتاعه نحو الانحدار. لكن حدث أكثر من ذلك أستاذ محمد، عندما ظهر الجيش التركي في شوارع اسطنبول وفي شوارع أنقرة بهذه الصورة السيئة ليلة الانقلاب. نعم، ما هو كان ما هو زي ما قلت لحضرتك، هو كان عنده المعلومه بس ما قبضش على التيار العلماني، هو راح قبض على ناس مع مين؟ مع حليفه. ففتتوا الجبهه الكماليه دي، فتتت جناح الاسلام السياسي في المناطق السياديه زي القضاء والجيش بهذه التسريبه، وبني على كل شويه هم بيطلعوا له معلومات تانية فيسخن فيعتقل ضباط تاني ويعتقل قضاة تاني لحد ما البلد زي ما احنا شايفين دلوقتي بقت سلخانة. يعني انا بسميها تركيا اصبحت سلخانة بكل معنى الكلمة. التعذيب امتد للدبلوماسيين في وزارة الخارجية، بيعذبوهم صعقا بالكهرباء، الشهادات اللي بتيجي كلها منهم بالاسامي، صعقا بالكهرباء في اماكن حساس الدبلوماسيين، وجزء كبير منهم على فكرة اللي رافضين اردوغان دول كانوا موجودين في السفارة التركي في مصر يعني بالمناسبة. فالموقف الان شديد الاضطراب، واحد مظاهر هذا الاضطراب الحقيقي الكلام اللي احنا سمعناه امبارح من كمال كليشدار اوغلو زعيم المعارضة التركية اللي هو زعيم حزب الشعب الجمهوري اللي هو الحزب الذي يتولى حماية مبادئ الجمهورية التركية، ده الحزب بتاع اتاتورك. فلما نسمع كلام كمال كليشدار ده، كمال ماذا العلاقه السيئه مع يبقى فاهمين ان الجيش التركي جناح كبير جدا ان لم يكن كله على نفس الرؤيه، ان انت دلوقتي بتضيع البلد، وان مصر خسرتنا كتير. يعني والكرامه التركيه يا استاذ همام، يعني اللي عايش الاتراك يعني هم عندهم جزء من العنصريه، يعني خلينا نتحدث بصراحه يعني، او عنده الايجو عاليه شويه. هم كلهم كده يعني، بس لو لاحظت كمال كليشدار ده هتلاقي في شبه، يعني في الشبه بتاعه موجود عند مصريين كتير، يعني ما يبدوش غربه، الشعب بتاعهم قريب جدا منا في التقاليد، لكن عندهم سنه حته العنصريه دي. فصعب عليه جدا ان هو يتخلى عن هذه العنجهيه او النزعه العنصريه اللي عندهم ويقول ان مصر خسرتنا. يعني انت اعترفت بان الكفه اصبحت تميل لصالح قوه اقليميه ثانيه. هو الفيديو معانا، ممكن ده امر شديد نشوف لو هو جاهز. يا ريت والله، عشان يعني الناس نشوف بعد قليل هذا الفيديو. هذه تصريحات من رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي اعلن فيه، والذي يعني كان بيتساءل في هذه الاسئله ويسال اردوغان لماذا هذا العداء مع مصر الذي كلفنا الكثير من الخسائر. طيب ارجع للسؤال مره ثانيه، ما الذي كسبه اردوغان من هذا الانقلاب وما الذي خسره؟ هو المكاسب دايما بتنقسم لمكاسب تكتيكيه ومكاسب استراتيجيه. على المستوى التكتيكي حقق مكاسب على مدى العامين ونص الماضيين، قدر يتخلص من خصومه في تيار الاسلام السياسي المناهض، هم يعني زي ايه فكره الاخوان والصوفيه كده عشان يعني نبسط المشهد مع اختلافات فرعيه، لكن يعني كانهم كده يعني. فقدر يتخلص منهم، وقدر يتخلص على حس هذا الانقلاب من عناصر موجودة في الأجهزة السيادية في المجتمع التركي كانت تحضر له يعني اقتلاعا من السلطة عبر المحكمة الدستورية التركية. هو نجا قبل كده من محاولتين لإغلاق حزبه بالمحكمة الدستورية بحكم قضائي أنه حزب ديني، لكن كان بصدد محاولة ثالثة وكانت هتنجح، وإحنا دلوقتي زي ما أنا شايف بصدد تحرك رابع. كلام اللي انا سمعته النهارده لسه من
من ساعتين ثلاثة المطالبة باستفتاء جديد على أردوغان، ده مؤشر لتحرك هياخد شكل قانوني، وقد يكون له ظهير شعبي لإخراج أردوغان من مقعده في السلطة بشكل شرعي وقانوني، لأن الدستور لا يبيح هناك لحزب أن يكون يعني حزب ديني. فهيحصل تحركات، هو حقق مكاسب في هذا الإطار، لكن أعاقه عن أن المكاسب دي تتحول لمكاسب استراتيجية. هو له عدة أهداف، مثلا منها مد النفوذ التركي في دول المنطقة وحتى في منطقة البلقان وأسيا الوسطى، المنطقة العربية البلقان أسيا الوسطى اللي هي المناطق اللي كانت بتسيطر عليها الدولة العثمانية قديما، عايز يمد نفوذه هناك ويحكم عبر وكلاء اللي هم كانوا جماعة الإخوان المسلمين. له هدف تاني، تعزيز وضعيته العالمية كمركز إقليمي للطاقة، اتضرب فيه من مصر لما حصل تدشين منتدى الغاز في مصر والاكتشافات الكبيرة والاتفاقات اللي حصلت ترسيم حدود وما إلى ذلك. فالورقة دي مصر نزعتها منه، والورقة التانية بتاعت النفوذ الإقليمي خلاص بعد ما احترقت ورقة الإخوان في مصر، احتراق الأوراق الإخوانية الأخرى في دول المنطقة يجري على قدم وساق، فتحولها المكاسب الاستراتيجي، المكسب التكتيكي اللي كان عايزه يبقى مكسب استراتيجي لخسائر استراتيجية أضرت بالمواطن التركي اقتصاديا، والمواطن التركي ليس بصبر المصريين، المصري تاريخيا سلاحه الأساسي والصبر الاستراتيجي، يعني احنا نقدر نتحمل اقتصاديا ونعيش فترة طالما عندنا أمل في وضع أفضل في المستقبل، لكن هم مش هيتحملوا الخسائر الاقتصادية المرشحة للتصاعد دي بشكل كبير. تاني حاجة، هو خسر ان المواطن التركي أصبح مدركا تماما أن الهوية الوطنية التركية والشخصية التركية الحقيقية بتتلاشى أمام هذا التيار الإسلامي. وبعدين هما شايفين بقى دلوقتي أن التيار الإسلامي السياسي ده مش بتاعهم كمان، ده صناعة خارجية، دول إخوان مسلمين. فيجي زعيم المعارضة التركي لما يقولك إخوان إيه دول، عايز أنت منهم إيه دول؟ يعني دول أجانب جايين بيحكموا بشكل غير مباشر تركيا، أمر غير مقبول تماما بالنسبة للشعب التركي. نعم. فهو أمام خسارة استراتيجية رغم أنه حقق بعض المكاسب التكتيكية بعد الانقلاب. نعم. على المدى القصير. سنعود لهذا النقاش أستاذ محمد، لكن اسمح لي أن نذهب مشاهدي الأعزاء إلى فصل قصير، نعود بعده لاستكمال هذا النقاش والحوار الشيق حقيقة مع الأستاذ محمد مصطفى مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق في تركيا. إذا عدنا مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء مع الأستاذ محمد مصطفى مع الذكرى الثالثة لهذا الانقلاب التركي الفاشل الذي كان في 2016. أستاذ محمد، دعنا يعني تحدثت قبل هذا الفاصل عن كمال كليتشدار أوغلو الذي كان له فيديو انتشر منذ يومين تقريبا أو بالأمس حول بعض التساؤلات التي قدمها إلى أردوغان حول سياسته الخارجية. دعنا نشاهد ونتابع هذا الفيديو. تركيا kaybetmesin kazansın deniyorsa bir İvan kardeşliğinden vazgeçmesi lazım Erdoğan'ın. Bunu bırakması lazım. Ne İvan'ı kardeşim? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları her şeyin üstündedir. Her şeyin üstündedir. İki, Mısır'la barışacaksın. Niye kavga ediyoruz Mısır'la? Ortak tarihimiz var Mısır'la. Ortak kültürümüz var Mısır'la. Niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Bu kavganın faturası Türkiye'ye ağır yansıyor. Mısır'a büyükelçiyi göndermeliyiz ve Mısır'la da barışmalıyız. Ortak kültüre sahibiz, ortak tarihe sahibiz. Neden büyükelçi? تعليق أخي محمد على هذا الفيديو. يعني عندما يتحدث زعيم حزب سياسي معارض، هو الحزب المعارض الأكبر، وزي ما قلت حضرتك هو الحزب الذي يتبنى منذ تأسيس الجمهورية مبادئ كمال أتاتورك، يعني اللي بيعبر عن القطاع الأكبر في الشعب التركي. عندما يتحدث عن مسألة تخص السياسة الخارجية تجاه دولة إقليمية، هو أكيد مش بيكلمنا لأنه هو معهوش سلطة. يعني أنت عايز تمشي الإخوان وعايز السياسة تغير، لكن أنت مش في الحكم، يبقى أنت بتوجه رسالة دي لمين؟ للرأي العام التركي. ليه بقى بيوجه؟ ودي النقطة المهمة علشان نبقى عارفين قدر بلدنا كويس وقدرها. لما يتحدث مع الرأي العام التركي بهذه الرسالة، لأنه أصبح مدركا
أن مصر الحاضر الغائب في الانتخابات التركية، وهي التي أصبحت تؤثر على اتجاهات نمط أو نمط اتجاهات تصويت المواطن التركي في الانتخابات. أردوغان نفسه استدعى يعني مثل المصري في الانتخابات الأخيرة بالضبط. إيه اللي حصل في الانتخابات في الجولة الثانية؟ الناس كانت مستغرب يا جماعة، الفرق الأصوات 13,000 في أول جولة، 800,000 بعد كل التنطيط بقى زي احنا بنقول كده اللي عمله أردوغان، يبقى الجولة الثانية المفروض يقلل الأصوات، فرق زاد بقى 800,000 ليه؟ لأن أردوغان بنفسه استنطقه الله، فطلع يقول في سابقة ما حصلتش، يقول للناخب التركي أو الناخب بتاعه يتصوتوا غدا لمن علي يلدرم يا لرئيس السيسي، فيقوم الناخبين اللي هم بيسموهم الفئة المترددة اللي هم مش حاسمين أصواتهم يقولوا له لا، يعني انت بتقول لنا انت يا السيسي، طب احنا هننزل نصوت للسيسي. مش السيسي كشخص بس، هو السيسي كنموذج إقليمي، مشروع إقليمي موجود. فيبقى ده حصل عمليا مش نظريا، فأصبح يا أستاذ همام تخيل حضرتك، انتصر الرئيس المصري ومصر في معركة لم نخوضها، معركة سياسية اهو. انت مش قلت بن علي يا السيسي على ايه؟ على حكم اسطنبول، فيبقى السيسي كسب بقى، يبقى السيسي دلوقتي بقى حاكم اسطنبول يعني؟ يعني رئيس مصر وحاكم اسطنبول حقيقي؟ ده انا بقولها لك نظريا، لكن يعني هي حقيقي عمليا موجود على الارض. فانتصرت مصر في معركة لم تخوضها ولم تحدد زمانها ولا مكانها، وبكلام أردوغان العدو اللدود للشعب المصري والذي يسعى عبر وكلائه الإخوان للسيطرة على مصر وحكمها. فكان بيواجه كلامه بقى كمال للناخب التركي علشان عارف أن نمط التصويت رايح رافض للإخوان تماما وجودهم في تركيا، ورافضينهم بشكل عنصري، يعني الممارسات اللي بيواجه بيها الإخوان دلوقتي في الشارع يا أستاذ همام مهينة جدا لأي مصر. وخلي بال حضرتك، وأنا بقولك أن في نزع عنصرية عند الأتراك، وأنا شفتها حتى ناحية الأمريكان والإنجليز، ناحية كل الشعوب ما عدا الشعب المصري. وأقسم أن الأتراك إذا كان فيهم نزع عنصرية تجاه شعوب عديدة لميراث عدائي كبير مع كل الشعوب اللي حواليهم، لكن نظرتهم للمصري لم يكن أبدا فيها عنصرية، والشعب التركي يعشق المصريين. فهو هو بيتكلم عن مصر بهذه القوة بيدرك هذا الموضوع وبيسعى لأصوات الناخبين. ده من ناحية. من ناحية تانية بقى، لما يقول احنا اضطرينا جامد هنا بسبب سياستك مع مصر، ليه؟ لانه شايف ملف زي ملف الغاز الطبيعي بتسحب الورقة من تركيا، والناس دي مصلحة بلدها قبل اي حاجة، فالورقة بتسحب بسبب سياسات رعناء عملها اردوغان. ما انت كان ممكن يا تركيا، خلي بال حضرتك في مفاوضات كانت بين مصر وتركيا لترسيم الحدود البحرية، الناس ما تعرفش ان في حدود بحرية بيننا وبين تركيا، وجولات المفاوضات كانت بتتم بشكل شبه دوري. طب ما انت كان ممكن تدخل، لو انت يعني دولة مسالمة او نظام حكم مسالم، تدخل معانا في مفاوضات ويتم ترسيم الحدود، وتدخل مع قبرص ويحصل حل للمشاكل، طالما الخيرات في البحر المتوسط اصبحت تتسع لنا جميعا في اطار من الصداقة والتعاون. لكن هو اصطدم بينا وعلى صدامه مع قبرص، واتجه لانتهاك سيادة قبرص، رغم ان المشكلة بينهم لم تحل، مشكلة السيادة، لانه عنده قوات في شمال قبرص، ففي خلاف على الحدود البحرية بين القبرص يعني المعترف بها دوليا، وشمال قبرص دولة القبرص الاتراك من جانب، لكن في ايضا نزاع حدود بحرية وترسيم حدود بين تركيا واليونان في منطقة بتسمى الجرف القاري، فدخل في سياسات عنيدة مع مصر جعلته يخسر بشهادة زعيم المعارضة، وهو عزل نفسه وانعزل وعزل دولته تركيا للأسف. بعد هذه التصريحات لكمال كليشدار أوغلو، صحيفة ياني شفق الموالية لأردوغان اتهمته بأنها اتهمت يعني رئيس حزب الشعب التركي بأنه يتحدث باسم الرئيس السيسي، ما تعليقك أيضا على ياني شفق؟ يعني أنا مش هو، أنا لسه والله أنا لسه شايف يعني سامع الخبر ده من حضرتك دلوقتي. برضه رئيس السيسي، هو رئيس السيسي لم يذكر اسم أردوغان ترفعا على الاطلاق واتحد منذ وصوله للسلطة، انما هو شبح الرئيس السيسي. انا عارف يعني الخلفية، ده راجل بتحكمه خلفيات دينية بعضها غزاها فيه تربيته وسط احزاب دينية ودراسته في مدرسة الائمة الخطباء، وبعضها غزاها فيه عناصر الاخوان المسلمين اللي كانوا عايزين يستخدموه يعني حصان طروادة وكده، فعنده اشكالية كبيرة مع الجيش المصري لسبب
الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال فيه اننا خير اجناد الارض. فالراجل عنده مشكلة في الحديث ده وبيستند لحديث مزيف اتقال لمحمد الفاتح وهو عيل صغير، قالوا له لا تفتحن القسطنطينية فنعمل امير ونعم الجيش، وهو حديث مزيف. محمد الفاتح هو مش اسمه الفاتح ولا حاجه، هو اسمه محمد ابن مراد. فمحمد ابن مراد ده ساعتها كان عيل صغير بايظ، فابوه مراد عنده حلم فتح القسطنطينيه. يعمل ايه في العيل بايظ؟ جاب له اتنين شيوخ، واحد اسمه شمس الدين والتاني اعتقد اسمه كورلاي او حاجه كده، يعني مش متذكر اسمه. واحد منهم جاب الخرزانه ومده عشان يتعلم القران، والتاني قعد يكبر في دماغه الحلم فاخترع له هذا الحديث. فيفضل عند اردوغان اللي الملهم بتاعه هو محمد الفاتح ده مشكله نفسيه لانه عارف ان الحديث ده مزيف. المشكله الثانيه ان السيسي اجهض له والجيش المصري والشعب المصري قبلهم في 30 يونيو اجهض له كل خططه لتمكين عملائه من حكم المنطقه العربيه. الورقه احترقت خلاص، هو مش عايز يصدق ان الورقه احترقت، ومش قادر يتخيل يا استاذ همام ان خاتم الخلافه لن يضعه في يده. مش هتحطه في ايدك خاتم الخلافه يا اردوغان، لا يمكن. خلاص الامور تغيرت وغيرها وعي الشعب المصري، وتتغير الان اكثر على ارضك ويغيرها الشعب التركي. خساره اسطنبول الاخيره، خساره مش خساره اسطنبول بس، ده خسران انقره العاصمه، انقره وانطاليا اسطنبول المدينه القلب، المدينه اللي فيها الحكم هي انقره، انطاليا وازمير المدينتين السياحيتين اللي فيهم الناس الاكثر تحضرا. فهذه هي المحافظات او الاقاليم الاكثر دخلا، قاطره الدخل القومي، اكثر دخلا في بالزبط. تركيا، والتي تجذب الكثير من السياح الى الداخل التركي. طيب اردوغان لماذا قرر ان يحارب وان يواجه فتح الله جولن وجماعته؟ لان هو عايز يقود تيار الاسلام السياسي. فتح الله جولن تحرك بمنهجيه مختلفه عن اردوغان، يعني راجل مثلا بيعمل مدارس، وعلى فكره في مدرسه منهم كانت في مصر، ما اعرفش قفلت ولا شغاله، كانت في تجمع بالظبط. فعنده مدارس في كل حته فيها مسلمين، وعنده مدارس كتيره جدا في تركيا، وبيشتغل بذكاء شديد. انا ما اعرفش هل هو على علاقه بامريكا ولا لا، ده مش موضوعي. يعني هو بيقول لك هو امريكا، يعني في علاقه للمخابرات الامريكيه بمحاوله انصار فتح الله جولن من ضمن التشويه، من ضمن انا ما اقدرش احكم. لكن هم استندوا في ده لوجود عنصر فاعل في السي اي اي، في المخابرات المركزيه الامريكيه في اسطنبول وقتها، اسمه هنري بيكر على ما اعتقد، وده كان بحجه ان هو في ورشه عمل وقالوا عمل اتصالات معاهم عشان يدير انقلاب بتاع جول. انا ما اعرفش ده حقيقي صح، لكن دي مشكلتهم هم مع بعض. هو بقى مشكلته مع الراجل ده ان هو مين فينا الزعيم؟ التاني له شعبيه، ما هو برضو المشايخ اللي هم دول يعني في ناس بتحبهم بقى، الناس بركه وحاجات كده يعني بالعقليه التركي المتصوفه بيكون ليهم طبعا. هم عندهم طرق كتير جدا، وهو نفسه اردوغان كان على طريقه اسمها النوراسيه، يعني قبل ما الاخوان يعني يتجذروا في فكره عشان عارفين انه راجل عايز يتوسع فاصطادوه يعني. فتنافس على القياده لتيار الاسلام السياسي كان لازم يتخلص منه، ما خدش باله بقى انه ابتلع الطعم من الكماليين. وقد نرى في الفترة القادمة انشقاقات حادة في المؤسسة العسكرية التركية، ليس بسبب ما ذكرته فقط، ولكن لسببين تانيين، وأنا مش خبير عسكري لكن أقولهم بوضوح. السبب الأول أنه قام بعزل عدد كبير جدا من نخبة الضباط الأتراك الذين تم تدريبهم في حلف النيتو، الضباط التقايل اللي متدربين جامد بقى، زي ما كنت بقول لحضرتك من شويه، دول بيدربهم مورينيو والتانيين بيدربهم مش عارف. ففي فرق في التدريب جامد، هو تخلص من دول، فبقى عنده مشكله في التوجيه والقياده والتخطيط. المشكله الثانيه في التسليح. لما انت دلوقتي رايح لروسيا وانت ما عملتش من بدري تنويع لمصادر السلاح واكتفاء ذاتي حقيقي، طب السلاح الغربي ده لما الامريكان يوقفوا لك قطع الغيار ولا التسليح الصفقات هتعمل ايه؟ هتلحق بقى تغير نمط تسليح الجيش التركي وتقلبه وتدرب ال الامر الاخطر بقى، كل جيش يا استاذ همام له عقيده عسكريه. احنا زي ما احنا شايفين الجيش المصري له عقيده قتاليه راسخه قائمه اساسا على التضحيه وعدم السماح بسيطره اي طرف على شبر واحد من الاراضي المصريه، ده جزء لا يتجزا من عقيده الجيش المصري، هو جيشه عقيدته علمانيه. دلوقتي في مشكله في العقيده،
انت هتقلب كده 180 درجه من عقيده علمانيه لعقيده اخوانيه؟ مين هيقبل الكلام ده؟ انا عارف ان هو مستند على الارض لميليشيات غير بقى الاخوان والكلام اللي احنا سامعينه دول ساعه الجد هيجروا منه. هو عنده ميليشيات اسمها الذئاب الرماديه اللي هو متحالف، دي ميليشيات حزب الحركه القوميه اليميني اللي بيقوده حتى الان الراجل العجوز اللي اسمه دوله بهجلي. تمام؟ الميليشيات دي زي النازيين كده، عنصريين جدا، ودول اللي بيبهدلوا في السوريين دلوقتي في اسطنبول. يعني تشوف المناظر، دول بيبهدلوا السوريين في اسطنبول وفي مدن كتيره في تركيا. فهو بيستند للميليشيات دي، عددهم مش اقل من ربع مليون، وعندهم روح تضحيه جامده جدا للعرق التركماني. يعني هم بيدافعوا عن مساله عرقيه عنصريه. فدول حلفائه، ودول اللي هو بيدير بيهم المشهد في حال حدوث انشقاق حقيقي من داخل المؤسسه العسكريه التركيه. وبيداروا، ويمكن برضه دي اول مره نقولها، في غرفه عمليات سريه اسسها حلف الناتو داخل مجلس الامن القومي ورئاسه اركان التركيه من سنه 52 اسمها كوزميك. الغرفه دي هي المسؤوله عن كل العمليات السريه اللي بتتم لو حصل مظاهرات. يعني كانت مسؤوليتها الاساسيه حمايه تركيا او منع المد الشيوعي من النفاذ لتركيا. لقوا زعيم سياسي دماغه يساري شويه يغتالوه، لقوا مظاهرات لليساريين يطلعوا ناس يخلصوا عليها، الاعمال بقى اللي بيسميها اعمال القاذره دي. الغرفه دي موجوده وفيها مدنيين كتير في المجتمع التركي وسري، محدش يعرف عنها حاجه. احيانا كان بيحكم تركيا رئيس وزراء زي بولنت اجاويد لا يعرف عنها شيئا. بس كان حزب الناتو، حلف الناتو، له اقتراب عليها. الغريب بقى ان الغرفه دي اللي هي دلوقتي بتشغل قطاع كبير من التركمان بتوع الحركه القوميه والذئاب الرماديه، اسمهم بيحبوا يختاروا اسامي تخوف يعني عشان نخاف احنا وكده، وديابه وبتاع والكلام اللي انت فاهمه ده. فدول دلوقتي بيستخدموا في شمال سوريا، وبيستخدموا في ليبيا، وتحديدا في مدينة مصرات. الغريب بقى ان الغرفة دي قام بزيارتها العام الماضي يا أستاذي قائد عسكري روسي كبير، بما يعني ان تبعية هذه النوعية من الأعمال السرية داخل الأراضي والمجتمع التركي انتقلت بشكل أو بآخر من حلف الناتو لروسيا، وده عامل اضافي بيعزز عدم مصداقيه وعدم الثقه الامريكيه في اردوغان. طيب الحديث في هذه الامور كثيره وتطول ويطول هذا الحديث، لكن دعنا نتحدث حاليا حول ما يتعلق بالانشقاقات في داخل حزب العداله والتنميه. طيب. علي بابجان انسحب من هذا الحزب واستقال من هذا الحزب، هناك حديث عن ان عبد الله جول عن احمد داود اوغلو سوف يشكلون حزب جديد يسمى بحزب او حزب امان. يعني انا اعلم ان هناك ان الفكر السياسي التركي او العرف السياسي التركي دائما ما يشكل احزاب بعد انشقاقهم من احزاب اخرى، حدث ذلك في حزب الرفاه، حزب الفضيله، حزب السعاده، حزب العداله والتنميه، وهو الان ينشق الى حزب، لما الحزب يتم حله لانه حزب ديني بينشق، كما الدستوريه تصنفه كده، او يحصل انقلاب عليه يقوم حزب ثاني طالب احزاب اخرى. المره دي هم ابتدوها بدري. هل تراهن وانت خبير في الشان التركي، هل تراهن على هذه الشخصيات بحجمها وثقلها السياسي في اعاده التوازن مره اخرى للسياسه التركيه؟ يعني ارجو ألا نبتلع في مصر هذا الطعم. هم جميعا على أجندة تيار الإسلام السياسي، وما يحدث هو توزيع أدوار أو تجهيز لمرحلة أدركوا فيها هم أن ورقة أردوغان احترقت. مش هم بيتكلموا عن دولة خلافة؟ ما دولة خلافة يعني فيها تراتب أو توالي في القيادة، ما بتطلعش واحد بس يقيم دولة الخلاف، ده بيبقى كذا جيل وكذا قيادة يكملوا ورا بعض. لكن دول بالظبط زي، ده رأيي يعني، ورأيي زي ما بقول لحضرتك دايما خطأ يحتمل الصواب أو صواب يحتمل الخطأ، دول بالظبط زي ما نقول عبد المنعم الفتوح اللي عمل حزب مصر الأوية، وأبو العيلة ماضي وسلطان ده عصام سلطان اللي عملوا حزب الوسط، دول مش إخوان مسلمين. لو إحنا مصدقين إن دول مش إخوان مسلمين، يبقى نصدق إن داوود أوغلو وعلي باباجان وعبد الله جول دول مختلفين تماما عن اردوغان. لكن هو في اختلاف في الوسيله، وانا هقول الوسيله بس، وفي التجربه يعني عبد الله جول كان الرئيس التركي وكان هناك علاقات متوازنه اظن يعني مع، بس هقول حاجه، النقطه فين؟ النقطه ان اردوغان قرر التحالف مع الحركه القوميه اليميني اللي هو مناهض لمين؟
للأكراد. أعدائهم مين؟ الأكراد. وعدائهم أيضا مع العرب، لكن غير مفعل لحد ما ابتدوا يضربوا في سوريين. لم يكن هذا العداء مفعلا، يعني ما كانوش دسولهم على الزرار اشتغل على العرب، شغالين على الأكراد بس. طب هنا بقى مين اللي أردوغان خسر أصواته؟ الكتلة الكردية اللي هي حوالي تلت الناخبين. طب نسترد احنا كطيار اسلام سياسي الكتلة دي ازاي؟ نعمل حزب تاني ونقول احنا اختلفنا مع اردوغان، وناخد اصوات مين؟ الاكراد، وناخد كمان معانا عناصر من المعارضة التركية في اليمين واليسار، ونكون حزبا جديدا. ثم عندما يقترب مشروع اردوغان من نهايته اللي هو المفروض 2023، وهو مش هيكمل على فكره 2023 ولا 2022، لما يقرب، ده تصورهم يعني، لما يقربوا من النقطه دي تظهر اجندتهم الحقيقيه، وانهم جميعا في مركب واحد. فلو احنا ابتلعنا الطعم هنيجي ساعتها نفاجئ، والشعب التركي نفسه هيفاجئ ان دول من نفس الفصيل، وارتدوا تاني لبعضهم البعض علشان يقضوا تماما ورسميا على الجمهوريه التركيه زي ما محاوله الانقلاب دي قضت عليها دستوريه. سريعا فقط استاذ محمد عشان الوقت يعني شرف على الانتهاء، انا كنت اعني ان كان هناك تجربه لعبد الله جول لاحمد داود اورو الذي تبنى سياسه صفر مشاكل في العلاقات الخارجيه، والبعض ينظر اليهما بانهما اكثر اتزانا من اردوغان. هما اقل تطرفا، لكن هو ما فيش حاجه اسمها زيرو بروبلمز. انا داود اورلو كان بيقول لي كده، صفر مشكله. فقلت له صفر ايه؟ هو انت حليت مشكله مع اي دوله حواليك؟ ده اسمه تجميد مشكلات وليس حل. انت ما حليتش مع اي دوله، لا مع سوريا ولا مع العراق مشاكل الميه ولا الارض ولا مع قبط ولا مع ارمينيا، ما حلش مع حد. فهو يعني بيستخدموا شعارات رنانه يخدعوا بيها العالم، انت ما حليتش، انت كنت مجمد ومستني في وقت معين هتصعد عشان تاخد مكاسب بس بعد ما تزداد قوة. حتة بس صغيرة فين سريع. احد هؤلاء الاربعة اللي حضرتك اشرت لي كنت في حوار لقاء معه وكنت صديقي جد، والكلام كان واضح مباشر، وانا يعني من نوع اللي اقول مش عارف ايه انت اعمى في عينك. فقلت له يعني ساعتها بقى كنا بنحلم كلنا ان مصر وتركيا، وانا كنت بحلم بكده، ان مصر وتركيا الشعبين اللي قريبين جدا ثقافيا من بعض، نفس العادات والتقاليد حتى الحسد والحمى وحاجه غريبه جدا. كنا بنحلم، وانا شخصيا كنت بحلم ان مصر وتركيا يبقوا زي انجلترا وامريكا. فاتكلمنا في الفكر، فقال لي طب احنا نبقى تركيا نبقى انجلترا، ولا انتوا تبقوا انجلترا، مين فينا امريكا؟ يعني بص برضه بص لها ازاي. فقلت له اكتب ورقه. فالمهم اكتشفنا احنا الاثنين بعد ما كتبنا الورقه ان احنا الاثنين اخترنا نبقى زي انجلترا مش زي امريكا. فهم نفس التيار ونفس المنهج، وفي تشابه كبير بين الشعب المصري على الاقل والشعب التركي. شوف حضرتك لو احنا بقينا زي انجلترا وامريكا دلوقتي العالم الاسلامي خارطته كانت هتبقى ازاي، والحضاره ربما حضاره متشابهه. في كل الاحوال الاستاذ محمد مصطفى مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط السابق في تركيا، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا. الى هنا مشاهدينا الاعزاء نكون قد وصلنا لنهايه هذه الحلقه، حتى القاكم في حلقه اخرى. شكرا لكم على طيب المتابعه، دمتم في امان الله.